36 عاماً عمر مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية، ب22 منحة انطلقت المؤسسة في بناء نخب علمية تليق بمشهدية الوطن الذي أراده المعلم كمال جنبلاط، وإلى 18,000 منحة عابرة للطوائف والمناطق وصلت اليوم بدعم من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبمتابعة النائب تيمور جنبلاط ومجلس الأمناء وأصدقاء المؤسسة والخيرين. الحمد لله بفضل شخص تعرفنا على جمعية وليد جنبلاط اللي ساعدتنا، وأنا بتشكرها من كل قلبي، واللي بفضله أنا هلأ حاليا أول سنة دكتوراه بجامعة بوليتكنيك أود دي فرانس دي الفالنسيان. وها أنا اليوم أتعهد أمامكم في العمل على تأمين كل ما يدعم طلابنا مع الحرص على بقائهم في أرضهم وبين أهلهم. لكن التحدي اليوم لا يقتصر على جانب الاقتصادي، بل يمتد إلى سياسة تربوية لبنانية تحتاج إلى التطوير عبر مسح لحاجات سوق العمل وتوجيه الطلاب نحو اختصاصات المستقبل. ولكي نحقق أهدافنا، أعلن اليوم عن مجموعة من الخطوات التي تعزز التزام مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية بمساعدة طلابنا عبر منح جديدة وفاء لأحد كبارنا، وهي منحة المقدم شريف فياض لطلاب الدكتوراه، وإيماناً منا بالتعليم الرسمي، فقد قررنا وابتداءً عن هذا العام استقبال طلاب الماجستير والدكتوراه في الجامعة اللبنانية. ولمقاومة الاحتلال، تعلن مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية عن إطلاق منحة عهد التميمي، تضامناً مع هاي الشابة الفلسطينية الشجاعة التي أعطتنا درساً حول التعلق بالأرض. من بيروت إلى فلسطين، أرسلت المؤسسة تحية تقدمية بحيث أطلقت في عشائها السنوي منحة عهد التميمي، ونالها عامر أيمن حسين شاب فلسطيني مقيم في لبنان. تأتي اليوم منحة عهد التميمي من مؤسسة الأستاذ وليد بيك جنبلاط للتعليم الجامعي استكمال لهذه المسيرة، ونحن نعتز بأن هذه المؤسسة العريقة يعني مستمرة في دعمها للقضية الفلسطينية. يعني هذا شعور من أخوتنا في الحزب التقدم الاشتراكي بمعاناة أهلنا الفلسطينيين اللاجئين في لبنان. وتكريما لروح الراحل المقدم شريف فياض، أطلقت المؤسسة منحة سنوية باسمه خصصت لطلاب الدراسات العليا. بقول بعد 36 سنة، يعني المسيرة اللي ماشي فيها المؤسسة بتأكد إنه إن شاء الله 36 سنة تانيين رح اللي بيعيش يشهد إنه هاي المؤسسة عم تعلم المزيد والمزيد من الطلاب. هذا اللقاء اللي نحن فيه اليوم بيتكرر سنوياً ولكن يتجدد سنوياً، بعكس كل اللقاءات التي تتكرر وربما تحدث جمود، لكن لقاء من هذا النوع دائماً يحدث نقلة نوعية إلى الأمام، يحدث عطاء جديد من قبل خيرين، بالإضافة لمساهمة رئيس الحزب الأساسي ورعايته لهذه المؤسسة. واليوم الأستاذ تيمور جنبلاط عم نشوف كفاءات كبيرة، هاي المؤسسة عم بتعلمها، عم تتبوأ أعلى المراكز. نريد نخبة تستطيع أن تقول للأجيال الطالعة قمت بواجبي، أراد وليد جنبلاط أن يترجم قول المعلم فعلا، وهذه المؤسسة جزء من النهج والدور.